مشاهدينا أهلا بكم، كيف الحال؟ التواصل بعد المرات يكون هو سبب واحد المجموعة ديال المشاكل اللي تتكون عند الإنسان، سواء في علاقاته أو حتى في العمل دياله، ملي ما تيكونش هاد التواصل يعني مجدي ومبني على أسس اللي كيعرفوها كاع الناس المتخصصين في التواصل. فاليوم غادي نشوفوا كيفاش ممكن يكون عندنا تواصل فعال لكن في مجال المقاولة. صباح الخير دكتوره هدى بوعرير. صباح الخير عزيزه. الوغ هذا الموضوع هذا ديال التواصل تيرجع في كل المجالات، ايا كان المجال اللي كنهضروا عليه، علاقات عاديه، دراسه، عمل، هذا كنعرفوا ان التواصل هو مهم جدا، واول حاجه تتعلم لها الانسان ملي كتزاد هي التواصل، يعني بالنطق باشياء اخرى. التواصل فن اليوم، وعنده الناس المتخصصين فيه، وكنلقاو دي ديبارتمون ديال التواصل في الشركات الى غير ذلك، باش تعرف الاهميه ديال هذا. وعندنا ثاني متخصصين في التواصل، سواء كان على المستوى الداخلي او حتى على المستوى الدولي الى غير ذلك. هذا الشيء كله باش نفهموا ونتفهموا، يعني باش اننا نكونوا حنا والشخص اللي قدامنا تنتكلموا ما غاداش نقول بنفس اللغه، وانما على نفس الفكره، لان احيانا يقدر يكون تواصل فعال ولكن بلغات مختلفه. في مجال المقاوله كذلك، وشحال من مره كنا طرقنا لك واحد المجموعه ديال المواضيع اللي كنلقاو ان اسباب المشاكل فيها هي التواصل. الوغ واش كاين واحد طريقه معينه للتواصل داخل المقاوله اللي تيخصي تعلم لها اي شخص كيدخل لهذا المجال، او لا الانسان كيعتمد على قدراته في هذا يعني في التواصل الى غير ذلك؟ بالفعل عزيزه، التواصل كيتعتبر واحد المهاره اللي اليوم في مجال المقاوله هي في جميع المجالات كما قلتي، يعني مهارات التواصل كنحتاجوها في جميع المجالات، ماشي غير في المقاوله، مي في المقاوله ولات كتعتبر واحد المهاره اللي ضروريه واساسيه. نعم. اليوم كنهضروا على الانشطه المدربه الداخل كنحضروا حنا طبعا الحملي. كنقول يعني هذا السؤال جا في اطار المقاولات الصغرى والصغيره جدا، المشاريع اللي هي صغيره، ماشي الشركات الكبرى اللي كيف ما قلت عندها دي ديبارتمون ديال التواصل. بالفعل، دونك كنهضروا على لي ميكرو بروجي ولا على لي جون اونتربرونور، يلاه كيتخرج ولا يلاه كتكون ربات بيت كتبغي دير واحد النشاط اللي مدير لي الداخل. كنعرفوا ان التواصل هو واحد المهاره اللي مهمه، يعني اي مقاول اليوم من بين الحوايج اللي خصو يكتسبهم ويتعلمهم ويستثمر فيهم هو فن التواصل، لان كما قلتي هو فن، مهاره اللي كيخصني نعرف نفهم ليها ونعرف مدى الفعاليه ديالها. اليوم عزيزه التواصل ما بقيناش كنحتاجوه جوست في المقاوله اون انترن، كنعرفوا اليوم ان كاين بزاف البرامج ديال الدعم ديال لي سوبونسيون بوغ لي بورتور دو بروجي اللي كيكون فيها صاحب المشروع ولا صاحب فكره المشروع ملزوم انه يعبر على الفكره ديالو ويشرحها يقنع بها، يلقى شركاء جداد، يلقى دي بارتنير، التواصل ديالو مع لي كليون ديالو. يدوكو هذا الشيء كامل اللي قلت كيرتكز ليا بالخصوص وبالاساس على التواصل. الا كان عندي واحد التواصل اللي هو فعال، لان ما تنهضروش جوست على التواصل، مي تواصل فعال كتخلي لي انني كنقدر ان تكون عندي واحد العلاقه طيبه، كنقدر اليوم كنشوفوا ان بزاف ماشي غير شباب، من ناس عندهم افكار المشاريع قدروا انهم يشاركوا في دي كومبيتيسيون دي سوبونسيون، قدروا انهم داروا لا لوفي دو فون، يعني خداو فلوس غير بالتواصل، يعني قدر انه يوصل واحد الفكره ديالو ويعبر عليها. داكشي علاش ملي كنهضروا على التواصل عزيزه اليوم تنهضروا عليه بواحد سيت اون اوبليغاسيون ولات اليوم. نعم. انك تكون كتعرف تواصل في المقاوله ديالك، وهادشي علاش كنلقاو بزاف ديال الكفاءات اللي هي كتكون كفاءات عليا وعندها مشاكل، مثلا تيقول لك ما تعرفش يتواصل، يعني ما عندوش هذا الفن وهذه المهاره ديال التواصل اللي كتكون بشكل جيد. بالفعل عزيزه، حتى في الماناجمنت دايوغ، يعني بالفعل كاينين دي بيرسون كي سون ريزيرفي، يعني كيكون هو واخا عنده واحد فكره مشروع جميله، مي هو بالنسبه ليه المقاوله كيجيب داك كما كنقولوا دائما بلو بروفيل ديالو، انا عندي ان بروبليم دو كومونيكاسيون، وتيبقى هذاك لو بروبليم كيبقى داير له ان بلوكاج. هو حنا كنعيشوه بشكل يومي مع المقاولين ومقاولات صغرى، كتلقى دائما عنده مشاكل مع الزبائن ديالو، دائما عنده مشاكل مع ليكيب بيرمانونت، لان التواصل عزيزه هي واحد دايوغ داروا ابحاث في الولايات المتحده على شركات متوسطه وشركات كبرى، ولقاو انه التواصل فعال خلى ان شركات كبرى اللي عندهم كاع فريمون دي ديبارتمون باردون ديدي للتواصل، انهم خسروا اون تيرم دو فلوس وخسروا اون تيرم دو وقت، غير كو ما كانش عندهم واحد التواصل اللي هو فعال. دونك ضروري. والوغ ملي كنقولوا التواصل في مجال المقاوله، عندنا كنهضروا على جوج ديال لي فولي، تنهضروا على التواصل الشخصي يعني كمهاره، لا كمهاره عند هذاك الشخص مثلا سواء صاحب مشروع ولا لو ماناجر ولا شي حاجه، وتنهضروا حتى على التواصل على مستوى التسويق،
يعني التواصل لان حتى هذيك كتسمى تواصل، يعني كيفاش كنسوق سواء الخدمه ولا المنتوج ديالي. واليوم وسائل التسويق والتواصل مع الناس هي متعدده ومختلفه، اي دونك هما جوج ديال المستويات مختلفة. كيفاش نوازنوا بيناتهم ونخليوهم بجوج تينفعوا هذاك المشروع ديالنا؟ بالفعل عزيزه هذه واحد النقطه مهمه بزاف، لان كنهضروا على جانبين في التواصل. الجانب الاول كيخص المقاول، اي مقاول اليوم عزيزه في هذا كما تنقولوا هذا لا نوفيل فاز لونتربرونيا، ولا في هذا الوقت الحالي اللي حنا في واحد يعني اقبال كبير على المقاوله، كيخص ضروري يكون كيتقن فن التواصل. داكشي علاش لاحظنا اليوم انه ميم لي زانكوباتور ولا لي بروغرام داكومبانيمون ولاو كيخدموا حتى في لي فورماسيون اللي كيداروا للشباب المقاولين ولا الشابات المقاولين ولا اي واحد حامل فكره مشروع ولا مشروع مقاولتي. كاينين بزاف الدورات التكوينيه اللي كتصب في التواصل للضروره ديالو، لان واحد المقاول اللي ما تيعرفش يتواصل عزيزه غيلقى بزاف المشاكل. ديجا حنا كنعرفوا ان هاد لي ميكرو بروجي دائما لو نومبر كيكون ريدوي ديال الناس اللي تيخدموا معاه، دونك كيفاش غيوصلوا لهم الاهداف، كيفاش غيقدر يتواصل معاهم، كيفاش غيقدر يلقى شركاء، كلشي ديبون دو داك التواصل ديالو. كنلقاو بزاف الناس طريقه التواصل ديالو كيخليه انه من الاول كيدير علاقات طيبه مع لي بارتنير ديالو مع الشركاء، لان المقاول عنده كما قلنا بزاف المهام، من بينها انه يبني واحد السمعه طيبه للمقاوله، يدير واحد العلاقات جيده مع الشركاء اللي كيعاونوه باش يحقق هذيك المقاوله، يدير واحد العلاقه جيده مع الفريق العمل ويقدر انهم يخليهم يوحدهم في واحد الرؤيه ولا دو فيديغي، يعني عنده واحد المهامات اللي هي فن التواصل خصو فريمون ضروري يكون عنده. وعندنا الجانب الثاني اللي هضرتي عليه اللي هو التواصل، يعني كيفاش نوصلوا الاهداف ديال الشركه. كنلقاو بزاف الناس عزيزه عندهم افكار جيده وعندهم مشاريع مديره للدخل، ولكن ما كاينش واحد لي فور ولا ما كاينش واحد تحت ما تعرفوا واش كيديروا، ولا ميم فاش كيكومونيكيو على مثلا لي برودوي ديالهم ولا لي سيرفيس ديالهم كتلقى ان لا كومونيكاسيون ديالهم ما مخدوماش مزيان، لدرجه ان ما كيوصلش لو ميساج لهذاك لو كليون سيبل باش يقدر انه هو يفهم الرساله ديال داك المقاول ولا يفهم شنو هو المنتوج ولا شنو هي الخدمه ويقدر انه يولي ان كليون ديال هذيك الشركه. دونك هادشي عزيزه باش نرجعوا نقولوا اليوم ميم كما قلت لك في دراسات في دول متقدمه جدا لقوا ان التواصل الفعال هو من بين المهارات المهمه والضروريه للمقاول خصو يكتسبها على الشكل الشخصي باش يقدر هو كما قلنا يكون عنده علاقات مع الشركاء ديالو مع ليكيب انترن، يقدر ان يكون لو ميساج مفهوم. بزاف الناس عزيزه في لا بوغ ديريجي واحد ليكيب كيعطي كيكون عنده ان بروبليم في التواصل، واخا كيعطي لي زوبجيكتيف كتلقى دائما ليكيب كيقول لك ما فهمناش شنو بغا، ما عرفناش شنو بغا منا، حنا كنخدموا ولكن هو اني با ساتيسفي. ملي كتجي تشوف كتلقى انه كاين ان بروبليم دو كومونيكاسيون يعني ما بين الطرفين، وان المقاول ما فريمون ما كانش واحد لا كومونيكاسيون اللي هي سامبل ومفهومه ويعني وكل شيء. وهادشي واش يعني متدارك؟ واش ممكن واحد الانسان، لان بعض المرات اليوم تنقولوا هي طبيعه عند الانسان، كاين انسان اللي من الاول تتلقاه بانه عنده هذاك الفن ديال التواصل، عنده هذه المهاره، يمكن تربى في واحد الوسط اللي نمى فيه هذه المهاره هذه، وكاين اشخاص اللي كتلقاهم يا اما ما تيهضروش بزاف، يا اما كيف ما قلنا ما كيختاروش الكلمات الجيده باش يتواصلوا مع الناس، ما تيعرفوش كيفاش يوضحوا الافكار ديالهم الى غير ذلك. الوغ في هذا المجال ديال المقاوله بالذات واش الامر ممكن يتعلم، وكيفاش الانسان مثلا رغم انه عنده نقص في هذا المجال ديال المقاوله تكون في المجال ديال التواصل يكون التواصل ديالو فعال ومهني في اطار العمل ديالو؟ بالفعل عزيزه هي حاجه اللي متداركه. علاش؟ لان كما قلنا كاينين دورات تكوينيه، كاين يعني طرق اللي يقدر الانسان انه يعني يحسن الدورات التكوينيه. واش كتاخذ بعين الاعتبار هذه الحالات الخاصه؟ بالفعل، لانه دايوغ عزيزه الحالات اللي كتكون غالبا في التواصل كتلقى ان سواء بروبليم في لا بيرسوناليتي ديال الانسان، كاينين بزاف الشيء ما كيعنيش انه راه ما مزيانش، ولكن كيكون غيزيرفي، عاش واحد الفتره من حياته ما عندوش مع الناس، ما تيقدرش يهضر بزاف. يديكو في المقاوله كيخصنا دائما حتى نقولوا المقاول كيخرج من لا زون دو كونفور ديالو، ما كيبقاش عنده الحق يقول لا راه ما عنديش مع هذه ما غنديرهاش. يديكو اي دوا ابخوندغ ولا خصو يخرج من هذيك منطقه الراحه ويتعلم ويكتسب مهارات جداد. وكيكون واحد المشكل اخر عاوتاني ديال اللي كندخلوا ما هو شخصي مع العملي. مثلا كتلقى واحد المقاول كيقول
كيقول لك لا انا هكا ما عنديش مع الهضره بزاف دونك الناس خصهم يتقبلوني بحال هكا. الوغ كو في المقاوله كيخصنا يكون عندنا الهدف هو المقاوله والمرونه كما قلتي اي نعرفوا ان اي ممارسات كانت جيده في الصالح ديال المقاوله باش تزيد. اما الا بقينا كندخلوا في ما هو شخصي وانا لا هكا ما غاديش نتبدل هاد لا ريزيستونس او شونجمون كتخلينا انه كتكون عندنا واحد البيئه عمليه سامه لان التواصل ماشي مهم عزيزه هو الاساس في المقاوله اون انترن اون اكسترن. وهادشي حنا كنسمعوه بشكل يومي ما مع الشركاء بعض المرات كتلقى كيقول لك راه واحد لونتربريز ولا واحد المقاول كنتعامل معاه مزيان الوغ كو لاخور الي ريزيرفي وهادشي كيخليه هو بعض المرات ما كيقدرش يستفد من ديزافونتاج اللي كيقدر مثلا يبنيهم مع شركاء ولا مع الفريق العمل ديالو. دوكو باش كنتجنبوا كما قلنا ديك بيئه العمل اللي كتكون بعض المرات سامه وكتخلق لنا عرق الاخرين. خصنا نعرفوا عزيزه انه كما قلت كاينين دورات تكوينيه وملي كنهضروا على التواصل خلينا نعرفوا اليوم كاين واحد الانفتاح على العالم. دونك ملي كنهضروا على التواصل غنهضر لك على الجانب ديال اللغات اللي هو مهم. دونك اليوم داخله في اطار التواصل كنعرفوا انه بزاف الشركات كتفيزي انها تبيع لو برودوي ديالها على الانترناسيونال. كنعرفوا ان بزاف الناس ولات كتسافر باش كتقلب على لومبالاج باش هذا. دوكو هذا التواصل ولينا كنلاحظوا انه بعض المرات كيولي مكلف. مثلا واحد الانسان ما كيتقنش واحد اللغه كيضطر انه يقلب شي حد كيتقنها باش يمشي هو يدير لا نيغوسياسيون في بلاصتو ولا. دوكو ملي كنهضروا على التواصل كنعرفوا انه المقاول خصو يكون مرن من ناحيه لابرونتيساج واللغات مرن وعنده استعداد للتعلم ايا كان السن ايا كان اللغات ما عندهاش علاقه بالسن ايا كان السن ايا كان المستوى الدراسي للانسان ولا التكوين ديالو. حنا كنقولوا دائما ان التكوين ما عنده حتى علاقه بالمقاوله وهذا اضافه لمهارات اخرى اللي كتعلم وكتساعد على التواصل. غتعطي لنا في الراديو ان شاء الله ياك ان شاء الله. هدى عندها بزاف ديال المعلومات هذا ولكن الوقت ما غيقدناش باش نقولوا كل شيء هنا في التلفزيون. دونك لنا موعد معكم مشاهدينا ومعك كذلك السيده هدى بوعرير على امواج راديو دوزان بعد قليل من 2:30 حتى للربعه. شكرا لكم والى اللقاء.